القمر الدولي الثامن قسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة القاهرة عمارة القاهرة 8/2019. احنا هنبدأ على طول بتكريم الرعاة، رعاة المؤتمر، شركاء النجاح اللي من غيرهم حقيقة لم يكن هذا المؤتمر ممكن. دكتورة نسمات واحنا جوه في الصالة كانت بتحكي على البدايات اللي هي مؤتمرات 2004 و2005 و2006 والميزانيات اللي كنا بنعمل بيها المؤتمر، لما تقارن بالميزانية بتاعة المؤتمر بتاع النهاردة إعجاز إنه اتوفرت له هذه الإمكانيات، وبحيث حضراتكم شايفين كل التفاصيل. فالحقيقة لولا الرعاة اللي وشركاء النجاح لم يكن هذا ممكنا مع كل عبقرية الفريق المنظم لهذا المؤتمر. هنبدأ الأول مع الرعاة البلاتينية أو الراعي البلاتيني، مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية، كلية الهندسة جامعة القاهرة. هو ما حضرش معانا هذه الأمسية مدير مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية الغائب الحاضر معانا دوما الأستاذ الدكتور أحمد أمين محمد أمين محمد. الراعي البلاتيني شركة تطوير مصر. دكتور لازم أقول إن الدور اللي لعبه زميلنا الفاضل العزيز اللي هو للأسف خارج الوطن الأستاذ الدكتور أحمد شلبي، هو عضو هيئة تدريس لكن هو كان أحد المساهمين الحقيقيين في تطوير مصر، بالإضافة لأنه كان له الفضل في أنه يدعو الكثير من الرعاة من باقي الرعاة إلى أنهم يدعموا هذا الحدث المتميز. فالشكر بلا حدود للعزيز المسافر الموجود معانا الدكتور أحمد شلبي. الراعي البلاتيني الثالث معهد 6 اكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا. بنحس دايما في ثلاث فارسات متميزات، الاستاذه الدكتوره ألفة كشك والمهندسه الباشمهندسه بسمه شيرين والباشمهندسه ندى شيرين. عن الرعايه الذهبيه للمؤتمر، الراعي الذهبي الاول شركه الوميل مصر. الراعي الذهبي شركة إيوان للتطوير. شكرا. الراعي الذهبي شركة سيتي إيدج للتطوير. الرعاية البرونزية شركة أكوا توب. الرعاية البرونزية شركة محبوب. تكريم الرئيس الفخري للمؤتمر أستاذي وأستاذ جيلنا وأستاذ الأجيال الأستاذ الدكتور علي رأفت أستاذ العمارة.
معاك المايك. أنا الحقيقة سعيد جدا بهذا اليوم اللي أتكرم فيه، ومش عايز أقول أنا بقى لي كم سنة يعني ما بدرس، لأن ده هيكشف سني، لكن هغامر بقى بكده 70 سنة تدريس الحمد لله. ما أخدتش يوم واحد أجازة من التدريس، بس كنت بسافر لمكاتبي في الخارج من وراء الكلية الحقيقة، مش لأن كان ممنوع في الوقت ده إن الواحد يسافر بدون تصريح، ومش بقى اللي فيه بطاقة سفر أو تذكرة سفر أو مش عارف. فكنت بسافر وأرجع، يعني أروح يومين دبي رحلات، الأول كان بيبقى دبي الرياض، وبعدين مش عايز أبعد كده، وإلى اليابان، ونكمل من اليابان على مصر، واليابان نرجع تاني إلى طهران، ومن طهران أرجع لجدة، ومن جدة أعمل عمرة، ومن عمرة العمرة أجي الساعة 3 أو الساعة 2، يبقى عندي حصة سنة أولى. طب وإذا ما حضرتش هتكشف، أروح رايح من المطار، عملت العمرة الساعة 2، وصلت الساعة 3 المطار الساعة 5، وبعدين اديت الطلبة المحاضرة بتاعتهم من 5 لـ7، وروحت. وهكذا هو الطريقة بتاعتي كلها، عبارة عن إن أنا أطلع اسلام اباد، لاهور، وبعدين لاهور، بعد كده نيودلهي، وبعدين بانكوك، وبانكوك هونغ كونغ، ومن هونغ كونغ الى طوكيو، وطوكيو ارجع تاني الرحله دي، وكلها لازم ازوغ ارجع قبل ما اي حد يقفش ان انا سافرت. وطبعا اللي عايز يجي ياخد لي صوره وحاجة الأهرام، اوعى تنشر الصورة دي، لأن كان كلها عبارة عن إن أنا عايز بس إن أنا أوصل أدي الواجب بتاعي. لكن الحقيقة أنا في آخر 4 أو 5 سنين تخليت عن أنا كنت بدي 4 سنين نظريات، تخليت عن 3، لكن احتفظت بواحدة، قلت 3 دول ياخدوهم من اللي ورايا أقل مني، ياخدوا في راسهم، وأنا أدرس سنة واحدة كفاية سنة رابعة، ودي هي اللي أنا محتفظ بيها دلوقتي. أنا الحقيقة أسعد واحد في الدنيا دلوقتي، دي وقت سعيد جدا بالنسبة لي، لأن أنا وصلت ومرة بس. طبعا الواحد يفتكر مرة إن أنا جيت بروح إلى القاهرة من المطار، ويطلع على دبي، يطلع على الزهران حسب الطيارة ما تيجي. فمرة خدت الطيارة غلط وطلعت على، لقيت نفسي إن أنا في الزهران والخبر، وحنزل على الرياض، وبعدين لقيت إن بعد كده في طلعت إن الطيارة اللي كنت هاخدها واللي سبتها وقعت، وطبعا كل عيلتي كلها عرفوا ان انا طالع على دبي، بس انا طلعت على الرياض في طياره غلط، والطياره بتاعه دبي الطياره وقعت. فطبعا لقيت بقى الزعي والعياط وكذا وكذا لاخره، لكن هي كلها مغامرات، كلها حاجات بتخلي الواحد سعيد جدا. دلوقتي انا في 70 دفعة من الدفعات درست لها، 70 دفعة في نفس الوقت، سعيد جدا وانا اسعد. بس انا الحقيقه بعترف ان انا مش انا المحق، ان انا لي حق بهذا التكريم. التكريم يجب ان يكون لـ70 دفعة دول، لان هم استحملوني، انا تعلمت منهم، والله انا تعلمت من كل دفعه درست لها. ما فيش دفعه ما تعلمتش منها،
كنت أضحك عليهم وأسألهم وأسألهم حاجات وهم يعرفوا أكتر مني. قابلت ناس في لندن ناس إنجليز، وبعدين الإنجليز دول يفكروني بالمانشستر ولا يفكروني بريجن ستريت، وتفكر وبعدين يقولوا لي فاكر محاضراتك عن ريجن ستريت، فاكر محاضراتك عن أكسفورد، فاكر محاضراتك عن سان جيمس. احنا بنيجي لما نيجي هنا نفتكرك، اهلا وسهلا. فانا الحقيقه سعيد جدا بهذا، مش عايز اطول عليكم، لكن انتوا اذا عملتوا باصلاح هتبقوا سعداء زي انا سعيد جدا في هذه اللحظه وبهذا السن 90 سنه يعني 90 وشويه. فانا ام فيري هابي ريلي، ام كونسيدرينج ماي سيلف فيري لاكي سبيكينج ذس فور ذا. بنت صغيرة أصغر بنت ما كناش عايزينها الحقيقة، قلنا لا يعني كفاية كده، لكن طلعت أحلى واحدة وأشطر واحدة في نفس الوقت، الوحيدة اللي خدت دكتوراه وبعدين دلوقتي اتعينت. بس أنا عمال بتحايل عليها تعمل شوية أبحاث في عرضك. شكرا، متشكرين جدا. و أنا الحقيقة شاكر لرئيس القسم الدكتور أحمد عوف، رئيسي سيد التوني، ورئيستي برضو كلنا بنبقى رؤية بعض تداول، عبارة عن أنا رئيس القسم دلوقتي كانت بتعمل لي الشاي والقهوة وأنا قبل ما أروح المحاضرة، ودلوقتي هي رئيس القسم بتاعتي ولازم أحييها كل شوية. فاسمها دكتورة شيرين، فدكتورة شيرين روعة الحقيقة. شكرا جزيلا. عملت التكريم عشان حضراتكم ممكن تتخيلوا ان احنا نسينا في جلسه الافتتاح، قلنا ان احنا بنكرم على راس المكرمين من اساتذه الاجيال اساتذتنا، قلت مجموعه من الاسماء شديده التميز. كان على رأسهم طبعا الرئيس الفخري للمؤتمر أستاذنا الدكتور علي رأفت، لكن في 7 أسماء أخرى بنكرمهم تبع فعاليات هذا المؤتمر والاحتفالية الأكاديمية المهنية إلى آخره. بتعقد جلسة خاصة في مجلس قسم الهندسة المعمارية لتكريم الأساتذة الرواد أساتذة الأجيال. هقولهم من قسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور أستاذنا الدكتور محمد رضا يوسف كامل. أنا طبعاً بسقف بس ما أقدرش أسيب التليفون، أنا يعني بسقف. أستاذنا الدكتور محمد سامي الشافعي. أستاذتنا الدكتورة زكية حسن شافعي. أنا كاتب الأقسام العمارة اللي هقول أساتذتنا الرواد مكرمين منها على حسب ترتيب إنشائها، وكنت يعني راجعت العزيز الجالي الأستاذ دكتور مراد عبد القادر، فلو كنت غلطان في التواريخ معلش اعذروني. تاني مؤسسة معمارية شديدة التميز من قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أستاذنا الدكتور محمد توفيق عبد الجواد. والثالث قسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة عين شمس، اسم المرحوم الأستاذ الدكتور محمد كامل محمود. رقم 6 العزيز ورفيق الطريق والمسار أخويا العزيز الأستاذ الدكتور مراد عبد القادر عبد المجيد. واخيرا وليس اخرا من قسم العماره كليه الفنون الجميله جامعه الاسكندريه، العزيز الفاضل الاستاذ الدكتور محسن ابو بكر بياض.
بكده نبقى خلصنا الجزء الثالث من الأحداث بتاعت الفاعلية بتاعتنا. بنتنقل دلوقتي للجزء الرابع والخامس، هما متداخلين. الجزء الرابع عادة في ختام المؤتمر لازم يكون فيه لمحة أو كلمة أو راب اب. وككل الأوقات السعيدة الجميلة الإيجابية تمر سريعا وكأنها حلم أو رؤية لم تكد تبدأ حتى تنتهي، وكأنها لحظة أو لمحة أو ومضة ومضت ومضت وذوت وانتهت. لكن يبقى دائما من تلك الأوقات الطيبة الحافلة بالإبداع والطروح والفكر والمعرفة والعطاء المركب متعدد المستويات، يبقى الكثير والكثير. بتخلص اللحظات لكن بيبقى من هذه الأوقات الكثير والقسيم، تبقى كلها في الذاكرة وفي الحقيقة تبقى في العقل وفي مخزونه الثري المتجدد الذي يمكن من الاستمرارية والعطاء والتعامل المتمكن في كل ما تعرضنا وتعرض له هذا المؤتمر، كل ما تعرضت له تلك الأوقات من مشاكل وقضايا وتساؤلات لم يتم الإجابة عليها ومقترحات وحلول ومداخل ذكية جديدة ومبدعة، كلها للتناول والتعامل الفاعل المتميز والمتصل. هذه جلسة النتاج والنتائج والتوصيات. دايما لما بقول التوصيات لا أقول التوصيات تحديدا، فقد نتساءل أو تتساءلون توصيات لمن؟ نقول التوصيات لمين ومن سيتتبعها ويتابع هذه التوصيات ويعمل على أن تتحول لفعل وواقع ووقائع. أنا الحقيقة واستشرت أساتذتي وزملائي أفضل أن نتعامل معها كخلاصة ثرية وتركيز لبعض الطروح وبعض ما طرح واقترح وما تم تناوله، وبحيث يذكرنا هذا التركيز بالغنى والتنوع وثراء المؤتمر والاحتفالية والملتقى، ومؤشراً غير متحيز بدون تحيز على نجاح المؤتمر، تحقيق الأهداف، نجاح لأصحابه وفرسانه وفارساته، نجاح لكل من خطط ودعم وعمل ونفذ وشارك وحضر وناقش واقترح واحتفل. نجاح لكم جميعا، نجاح متميز بلا حدود. الحقيقة سيتم تجميع التوصيات بطريقة منهجية بحيث تصل مكتوبة من الجلسات الرئيسية والمكملة أو المتوازية أو المتخصصة، وسيتم تحريرها ونشرها على موقع القسم ومواقع المؤتمر، لأنه مهما كان الدكتور أحمد عوف شاطر وكتب بعض مقترحات أو مش مقترحات ما يسمى توصيات أو طروح أو نقاط ومفاهيم مهمة، عمرنا ما هنغطي أبداً كل ما قيل عبر هذه الأيام الثلاثة، وبالتالي هنجمعها من سادة أعضاء مدير الجلسات من مدير الجلسات، وبحيث انها تتنشر بالطريقه اللي قلت عليها. ولما هننشرها هندعو للتعليق عليها والاضافه من مجتمع المؤتمر ودوائره. هناك بعض طروح ولمحات يمكننا استعراضها بسرعه، لكنها زي ما قلت مفاتيح كما قلت لبعض خلاصات ما قيل وطرح. وهبدا ببعض اللمحات من العزيز الفاضل استاذ الدكتور احمد صلاح الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ما تم طرحه في المؤتمر كثير جدا، واحنا في منتهى السعادة والفخر بكل ما طرح، ولكن خلينا نلخص بعض النقط زي ما تفضل أستاذنا الدكتور سيد. واحد، أن المستقبل في العمارة والعمران لا يصنعه المعماريون فقط، ولكن تصنعه القوانين المنظمة للعمران والمطورين العقاريين والجهات التي لها سلطة الموافقة على تنفيذ التصميمات بشكل متكامل. كذلك أظهرت العقود الأخيرة تأثير غير المحدود لخيال المعماري والفكر الحر المنبثق من قيم المجتمع على مستقبل العمارة والعمران. اثنين، الطريقة التي يبحث فيها كل مجتمع عن مستقبل العمارة والعمران
يجب أن تعبر عن ثقافته وقدرته على الإبداع ورؤيته للمستقبل لدى الجهات المختلفة المسؤولة عن العمارة والعمران ولدى المعماريين أيضا. ثلاثة، التراث العمراني والمعماري هو الذاكرة التي تحملها المدن عن المجتمعات المحلية. الحفاظ على التراث يجب أن يظل مهما في مستقبل العمران. يجب أن ينتقل للأجيال القادمة لتتعلم من طرق القدماء في الإنشاء والبناء، ولكن الأهم طرقهم في المعيشة وممارسة العادات والتقاليد والاحتفاليات وكل ما يحمل جينات الهوية للمجتمع إلى المستقبل. أربعة، القاهرة التاريخية تحتاج إلى أكثر من الحفاظ على المباني والنسيج العمراني، حيث يجب الحفاظ على العادات والتقاليد والاحتفالات، بعض التفاصيل حتى ألعاب الأطفال، جلسات السيدات وكبار السن وغيرها. القاهرة التاريخية هي القلب النابض لمدينة القاهرة الحالية، ويجب الحفاظ على ما بها من أسواق وتجارة وحرف وصناعات، كما يجب دمج السياحة ببرامج لا تكتفي بالمشاهدة ولكن تتفاعل بشكل إيجابي مع المجتمع المحلي فتتعلم من حرفه وصناعاته وتشتري من المحلات والأسواق وتحضر احتفالات السكان. أكتفي بهذا القدر. تفضل يا دكتور. تسلم. مجموعة اللمحات اللي أنا بقولها وبكمل بيها ما بدأ العزيز الفاضل أستاذ دكتور أحمد عوف، وراء الثلاثي اللي أنا قلته أو الرباعي، الدكتورة إنجل برميلجي، الدكتورة رويدة كامل، الدكتور محمد أنور، الدكتورة شيرين جماز، هم ادوني ورقة وقالوا لي قولها بقى. فطبعا يعني فاعذروني إن كنت أسأت للملخص المتميز اللي أنتوا اديتوه. لمحات من لمحات من التوصيات عن مدن المستقبل، بنقول هناك مكان للتكنولوجيا والتقنيات ودور لا ينكر، لكنها ليست المؤثر الحاكم ولن تكون حتى وإن سيطرت على الصورة. نقطة تانية، السياق بتاع مجموعة اللمحات دي مدن المستقبل، الوصول لمدن المستقبل وصياغة ملامحها تتجاوز المفاهيم الشائعة ومحاور الفعل ومعايير الأداء اللي بنكررها دلوقتي طول الوقت، زي الاستدامة sustainability أو الذكاء smartness أو الخضرة greenery وgreen cities إلى آخره. الطريق لمدن المستقبل من خلال احترام المجتمعات، خصوصيتها واحتياجاتها وسياقاتها. طرح آخر، عدم رفض العلوم والعلم في عمليات الإبداع والابتكار. قيمة العلم والمناهج العلمية والتفكير العلمي كقيمة قد تضمن فاعلية الرؤى والإبداع. نقطة تانية، يجب أن تبدأ الحلول والصياغة الرؤى من دروس الواقع ونتاج التجارب في السياق. نقطة تانية، البناء للمستقبل لا يعني بالضرورة هدم ورفض الواقع القائم على تواضعه أو التعالي على تفاصيله. هننقل عن مستقبل علوم وتكنولوجيا البناء أو تقنيات البناء، سموها زي ما حضراتكم عايزين، هي لمحة واحدة. المعرفة والإحاطة بالقائم والمتاح من أدوات ونتاج التكنولوجيا المتوافقة الصديق للبيئة المحترمة للسياقات والمجتمعات، يعني يجب أن نعرف وأن نتعلم وأن نحيط بالقائم والمتاح. والتكنولوجيا المحترمة أو الحقيقية هي التي لا تتصادم مرة أخرى مع المجتمعات. وعن مستقبل العمارة في مصر، طبعا موضوع مثير للجدل إلى أقصى حدود، من ضمن ما قيل هي دعوة للإتقان، دعوة للاحتفال بالفكر والإبداع والحركة أيضاً لما وراء الفكرة والطرح، يعني لا نكتفي أبداً بالفكر والإبداع لكن يجب أيضاً أن نتجاوزه إلى
الإتقان في التنفيذ وتحديات تحويل المفاهيم الرائعة إلى بناء قائم ذو وظائف ملبي للاحتياجات مرة أخرى يعكس خصوصية وثقافة مجتمعه ومستعمليه وأدعمه. وعن الحفاظ المعماري والعمراني بعض اللمحات: أحد التحديات الحقيقية في عمليات الحفاظ هو تتبع القيمة والقيم أو ما وراء الماديات. الحفاظ في الحقيقة هو الحفاظ على القيمة وعلى تعبيراتها المادية. القضية بتبقى دايماً هل هناك اتفاق على القيمة والقيم؟ ده سؤال. الحفاظ منظومة مجتمعية بالتأكيد تتجاوز المتخصصين، تتجاوز الأثري، تتجاوز المعماري والمؤرخ، تتجاوز المهندس والبناء، وتتجاوز المبنى والفراغ والفراغات والأمكنة إلى السياق العام المادي والثقافي. وتحديات الحفاظ الحقيقية، الحفاظ المعماري والعمراني، ترتبط بالتجارب الثقافة السابقة وتقييمها، ترتبط بالعمل مرة أخرى مع المجتمعات، تعمل وتبدع في ظل محدودية وسلبيات المؤسسات الرسمية. يجب ألا نلقي أبداً اللوم على المؤسسات الرسمية ونكتفي، لكننا يجب أن نعمل ونبدع في إطار سلبياتها ومحدداتها، ولا نتجاهل الأطر التشريعية مهما كان عقمها أو محدوديتها. وأيضاً تحيز المتخصصين لمفاهيم ومداخل محدودة القيمة والتأثير في ستيريوتايبس لمداخل الحفاظ ومنظوماته، يجب أيضاً أن نتجاوزها. أنا ده كل اللي عايز أقوله فيما يخص، وأرجو أن أنا ما كنتش أسأت للأصل. إحنا كده وصلنا للبيك أو للذروة، ذروة هذه الجلسة. الذروة معتمدة على الشكر بلا حدود، ومهما قيل الشكر ومهما تكرر فلن نوفي من يستحق الشكر حقه. ببدأ بقول الشكر والتقدير واجب، وبداية لا أستطيع ألا أقوم به أو أشارك في القيام به. كل الشكر وتكراره لا يكفي لكل الفريق. طبعاً أن الدكتور محمد أنور الآن مني، لأن حنكرر، أنا قلت في الأول حنكرر الشكر، بس كنت كاتب جملة لازم أقولها. وتكرار الشكر لكل الفرسان اللي وراء هذه الاحتفالية الرائعة والملتقى والمؤتمر عمرها ما هتكفي. بقول لا أستطيع ألا أشارك في القيام بالشكر وتكراره، لكن لكل الفريق الذي قام بالتخطيط والتنفيذ، وبحيث خرج المؤتمر عملاً متميزاً لا يختلف عليه مقيم، متحيزاً كان أو متعاطف أو ناقد متصيد، كل الشكر للجنة المنظمة، كل الشكر لمعاونيهم. أنا مش هقول الأسامي بقى اللي هيزعل مني لأنهم هيتقالوا حالاً. كل الشكر للجنة المنظمة ومعاونيهم، كل الشكر للجنة العلمية ورئيسها، وكل الشكر لرئيس المؤتمر. شكر واجب ولا يكفي أبداً على الجهد الخارق الذكي المبدع المخلص والمتصل. دكتور محمد. هنبدأ الأول مع الفريق الإداري، يا ريت تتفضلوا على المنصة. أستاذ عز عبد الحميد، أستاذ فريد عبد الحميد، أستاذ سعيد سعد الله، أستاذ رشا عبد الرازق، أستاذ محمد صلاح الدين، أستاذ مجدي جابر، أستاذ عاطف محمد، أستاذ ربيع إمام، أستاذ حمدي مدني، أستاذ نور الدين نظير، أستاذ رانيا محمود، أستاذ سارة سعيد.
المجموعة الثانية منسقي اللجنة العلمية دكتورة علياء السداتي، دكتورة رانيا إبراهيم، دكتورة داليا أبو بكر، مهندسة نهال عبد الجواد، مهندسة نهال أسامة. شكرا لحضرتك يا دكتور. على العجز عن الشكر وعلى ايه يا دكتور؟ جنبي دايما يا رب مع بعض. المجموعة الثالثة منسقي اللجنة المنظمة دكتور تامر الصرفي، دكتور أحمد عصام، دكتور شريف حسين، دكتور شريف مرجان. والشكر كل الشكر للجنة المنظمة للمؤتمر ورؤسائها، وحبدأ مش لا بترتيب أقدمية لكن ما اتفق عليه اللجنة المنظمة. ببدأ بالأستاذ الدكتور محمد أنور. لازم اشكر اساتذتي على المفاجاه ديت، ما كنتش متوقعها خالص والله. متشكر جدا جدا ليكم. في المجموعه شديده التميز من مجموعه مساعدي اللجنه المنظمه شباب قسم الهندسه المعماريه وشباب الخريجين من عندنا، مهندسه سهى الجهري، مهندسه لبنى محمد، مهندسه نهال اسامه، مهندسه سلمى الباهي، مهندسه نهال عبد الجواد، مهندسة منار عبد الحميد، مهندس محمد هارون، مهندس محمد عاطف، مهندسة آية الخولي، مهندس عمرو عوف، مهندسة داليا البحيري، مهندسة رضوى توفيق، مهندسة سلمى أبو الدهب، مهندسة سارة طارق، مهندسة علياء محمد، مهندسة ريم مصطفى، مهندس فادي فيليب، مهندسة دعاء الششتاوي، مهندسة رنا زين، مهندس عبد الرحمن بدوي، مهندسة منى عبد اللطيف، مهندسة أسماء صالح، مهندسة شهيرة الحصري، مهندسة مريم مهدلي، مهندسة خلود مصطفى، مهندس محمود عبد الرؤوف. نفتح كلنا. تمام. المجموعة الأخيرة لجنة المنظمة للمؤتمر أستاذ دكتور رويدة رضا كامل. أستاذ دكتور إنجل برملجي،
دكتورة شيرين جماز. طبعا. احنا كده احنا طبعا في النقطة السادسة او في الحدث السادس اذا سميته حدث، ووصلنا اللي هو الشكر والتكريم لكل الفرسان اللي خلف هذه الاحتفالية والملتقى والمؤتمر، ووصلنا للجنة المنظمة. في اتنين واجب علينا الشكر ليهم، اللي هو اللجنة العلمية، لكن طبعاً اللجنة العلمية طويلة جداً، هقول لكم حالاً هيحصل إيه. اللجنة العلمية اللي هي كانت فعلاً حارس القيمة وراء التفاصيل الحقيقية اللي هتتحسب علينا بعد ما ينتهي الحدث. في بالضبط كده، اللجنة العلمية كان بيرأسها العزيز الفاضل السيد الأستاذ الدكتور طارق عبد اللطيف أبو العطا، واللجنة الدكتور أحمد عوف حالاً هيجيب سيرتها في الشكر والدلالة على تميز وغنى وثراء هذا الملتقى. الشكر ده كده نبقى وصلنا للشكر السادس اللي هو اللجنة العلمية، ثم الشكر السابع لرئيس المؤتمر أستاذ الدكتور أحمد صلاح الدين عوف. الدكتور أحمد عوف حقيقة كمالة أو استكمالا لمتتابعة الشكر هيقدم لكم هو الآخر شكر، بقول لكم مهما قيل من شكر فلا يكفي. دكتور أحمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وحقيقة عشان الموضوع ما يتحولش يعني لمجاملات، أنا حاولت إن أنا ابتديت إن أنا متخيل إن أنا هقدر أشكر الباحثين من كل الجامعات اللي عرضوا. احنا كان عندنا 78 كان عندنا يعني عدد كبير من البيبرز اللي قبلت واللي عرضت 87 انا اسف 87 فانا تخيلت ان انا اقدر اكتب اسماء الجامعات اللي منها الباحثين، فالحقيقة طلعت لستة غير طبيعية. اولا من جامعة القاهرة كانت كلية الهندسة قسم العمارة والتخطيط الاقليمي والعمراني، كلية التخطيط الاقليمي والعمراني، جامعة حلوان المطرية هندسة المطرية، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة قناة السويس، جامعة المنوفية، الجامعة الفرنسية، جامعة اسكندرية، جامعة بنها، الجامعة الامريكية، جامعة ام اس اي، جامعة 6 اكتوبر او يعني مصر للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الامريكية في دبي، الجامعة الكندية، جامعة الزقازيق، الجامعة البريطانية، جامعة دار الحكمة بالسعودية، شكرا دكتور عفاف، جامعة الملك سعود، جامعة القصيم، جامعة عفت، الأكاديمية البحرية، الأكاديمية الحديثة، المعهد العالي للهندسة 6 اكتوبر، المعهد العالي للهندسة بالبيس، المعهد العالي للهندسة بالعبور، المعهد الكندي CIC، أكاديمية الشروق. والحقيقة من الهيئات اللي حضرت معانا ولها علاقة مباشرة بشغلنا هيئة التخطيط العمراني، المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة الآثار، صندوق تطوير المناطق العشوائية، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. خارج مصر كان في انا اسف انا ما قلتش جامعه مصر والتكنولوجيا ماست، الجامعه الكنديه ما قلناهاش برضو. من بره مصر كان في جامعه ادنبرا في جلاسكو وجامعه يونيفرسيتي كوليدج اوف لندن. انا اعتقد يعني ما نسيتش حد، بس مجرد ذكر كل هذه الجامعات ده يخلينا فخورين جدا باللي احنا عملناه، فخورين بان كل الناس شاركت، فخورين ان لغايه الساعه 7 بالليل كل الناس بالعافية. يمكن الشكر مش كفاية لان احنا
صبري، انا يعني مش عاوز انسى دكتور عويضه، دكتور احمد عبدين، كل الناس حضرت الحقيقه. فده لوحده مدعاه للفخر، وانا في اعتقادي انه دي الاضافه الحقيقيه للمؤتمرات، ان هي تقرب الناس من بعضها، وان احنا نقدر نشوف بعض اكتر ونتكلم مع بعض اكتر. اتمنى ان دي تكون البدايه. وانا حقيقه قبل ما نجهز الجلسه دي يعني غلطت وقلت للدكتوره رويده ان شاء الله المؤتمر القادم، فطبعا هم لسه ما خلصوش من مجهود المؤتمر الحالي، ولكن اتمنى ان التراديشن في هندسه القاهره وقسم العماره ان هو يكون مؤتمر كل سنتين ان شاء الله بتستمر، زي ما ابتداها الدكتور سيد والدكتوره نسمات 2004 وحاولنا نرجعها اللي هي عليه 2017 ان شاء 2019 انا اسف. اتمنى ان شاء الله ان تكمل، فان شاء الله 2021 نشوفكم كلكم اذا كنا لسه موجودين يعني. شكرا جزيلا. شكرا دكتور احمد. احنا بنتجه لخاتمه الجلسه، فبقول الشكر واجب ولا يكفي ابدا، الشكر على الجهد الخارق الذكي المبدع المخلص والمتصل. جهد لا يكفيه الشكر والعرفان والتقدير، لكنه ربما يعطيه ويعوض بعض ما يستحق نجاح المؤتمر شكلا وموضوعا وتفاصيلا ونتاجا ماديا ومعنويا. أكرر الشكر وأكرره، ودمتم ودامت مصرنا الحبيبة آمنة سالمة مشرقة دوما. هل هذه هي الخاتمة؟ لا، دي مش خاتمة المؤتمر. خاتمة المؤتمر كانت فكرة جميلة من الدكتورة إنجيل برميلجي والدكتورة رويدة كامل والدكتورة شيرين والدكتور جماز والدكتور محمد أنور. عايزين نختم مؤتمرنا المرة دي بخاتمة مختلفة. فالختام عنونته الدكتورة إنجي قالت message أو messages for the future ولا to the future، رسالة أو رسائل للمستقبل. رسائل لمين؟ للمؤسسات الرسمية الحكومية المركزية والمحلية الأكاديمية، لجامعتنا، للمعاهد العليا، بل رسائل قد تتجاوزها إلى مجتمعاتنا. رسائل من مين؟ من شبابنا، من الشباب الذين شكلوا هذا المؤتمر بجهدهم وإبداعاتهم ومساهمتهم الصادقة المخلصة عبر الشهور والماضية، والتي تكثفت في الأيام الأخيرة إلى مستوى رائع من الأداء والعطاء. سأترك لهم التقديم الختام، الختام الفعلي لهذا المؤتمر، بل حقيقة هو مش ختام، بل هو بدايات ومسار لما بعد المؤتمر، بداية للمستقبل ورسائل أو رؤى أو أحلام عقلانية للمستقبل. وأترككم لأجمل خاتمة لمؤتمرنا الجميل سيركزها عنهم المهندس عبد الرحمن بدوي المدرس المساعد بقسم الهندسة المعمارية. احلم احلم، لا تتوقف عن الحلم بالمستقبل. Dream dream, don't stop dreaming for the future. المدينة هي حق للجميع للمعيشة والاستمتاع. Cities, our city is the right for everyone to live and enjoy. رؤى واقعية لإعادة تقديم التراث المعماري والعمراني. Realistic visions for representing architecture and urban heritage. ابتكار مدن تلتقي فيها الأحلام والواقع. Innovative cities are where dreams and reality meet. العمارة هي فن التعبير عن الإنسان والبيئة والواقع. Architecture is the art that expresses humanity, environment and time. أستاذي الغالي
ما اقدرش اختم النهارده من غير ما كل ما يعرف ان ورا كل المجهود ده والدعم الاساسي حضرتك دمت لنا استاذي الغالي استاذ الدكتور سيد التوني كل حاجه يا دكتور انا تعالى هنا جنبي بقى افضل تذكروا حضراتكم قلت لكم بعد الختام في الصور وفي الاحتفاليه وقلت الفوضى الخلاقه المتميزه المستمره المتصله حضراتكم كلكم مدعوين ان احنا نتصور معا واللي هيسهلها التكنولوجيا اللي معانا هيبقى في عشرات الصور لهذا الجمع شديد التميز اعملوا اللي انتم عايزينه